بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نحييكم ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب تحية وترحيب من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لتعلن انطلاقة شوطنا الثالث للقعدان اللقاي المحليات الأصايل لتنطلق هذه الشعارات وهذه الأسماء الكبيرة ليبدأ في هذه اللحظات وتقدم في هذه اللحظات مع رحال يا رحال علي بن محمد بن سعيد الخاطري من يقدم لنا رحال صاحب التوقيت الأفضل في الشوط الماضي وراعي مبخورة يقدم لنا رحال بن سلوم من يتقدم ويقدم لنا رحال المركز الثاني الحضور القدوم من الجذاب ناصر بن سعيد بن علي المهري من يتقدم مع المركز الثاني المركز الثالث والحضور والتواجد في هذه اللحظات يتقدم الخلاوي أحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم لنا الخلاوي مع المركز الثالث المركز الرابع الحضور من سراب أحمد بن علي بن حمد بن علي الشامسي هو القادم مع رابع الأسماء ومع رابع التحديات المركز الخامس الحضور من مياس يتقدم هنا حمد بن محمد بن مبارك المهري حاضر مع خامس التحديات المركز السادس الحضور والتواجد والانطلاق في هذه الأثناء يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام السوان القادم هادي بن أحمد بن حسن بالثيم العامري من يقدم لنا انطلاقة وحضور السوان المركز السابع الحضور في هذه اللحظات وصل مرحب لخليفة بن سلطان الرشيد السويدي والمركز الثامن الحضور والتواجد في هذه اللحظات من أملول محسن بن لويه بن زفنة بن محمد الأعفاري وتاسع المراكز الحضور في هذه اللحظات القادم المتصابي لمحمد بن سالم بن محمد بونواس الكتبي والمركز العاشر بونواس الحاضر في هذه اللحظات بينما القدوم من شاهين لفيصل بن سالم بن علي الحنزاب من يتقدم ويحضر في هذه اللحظات هكذا النداء للعشر المراكز الأولى للعشر الأسماء الحاضرين والمتواجدين من خلال هذا الانطلاق من خلال هذا التحدي لكن أعود إلى البداية وإلى التحدي أعود إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول وإلى التحدي الأول مع رحال وحضوره مع رحال وانطلاقاته يتقدم علي بن محمد بن سعيد الخاطري ولكن التغيير غير مياس ليتقدم حمد بن محمد بن مبارك المهري قادم ومنطلق مع البداية المركز الثالث الحضور والقدوم يتقدم الجذاب ناصر بن سعيد بن علي المهري والمركز الرابع حضر في هذه اللحظات وتقدم هنا الخلاوي هو القادم لأحمد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ولوحة الكيلومتر الأخير القادم أيضا مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي والقادم في هذه اللحظات أول حضور وصل حرب محمد
محمد بن نهيه بن محمد المحرمي هو القادم مع حرب، واول نداء لحرب واول ظهور لحرب. ولكن اعود الى رحال، رحال يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق رحال. ولكن التغيير من مرحب لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي الخمسمية متر الأخيرة، ومرحب مع البداية، مرحب مع الصدارة، مرحب مع الناموس والعصا في الأبطان، العصا في الأبطان. وصل الحنزاب ليتقدم في هذه اللحظات مع شاهين، ولكن مرحب وتحرك رحال، رحال رحال مع المركز الثاني. رحال قائد فيلق السوان يقدم انطلاقة هذا القعود، ولكن بن سلومة من يتقدم في هذه اللحظات مع رحال. والنقطة الثانية على التوالي، على التوالي مع هذا البطل رحال ينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني مرحب لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من احتل المركز الثاني والمركز الثالث. وصل مشاهدينا الكرام شاهين لفيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب والمركز الرابع. كان حضور وتواجد حرب لمحمد بن نهيان بن محمد بن ربيع المحرمي والمركز الخامس. نتابع وإياكم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. أعود إلى رحال وتوقيته 7:30 تسعة أجزاء من الثانية تانينا لعلي بن محمد بن سعيد الخاطري على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني مرحب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي توقيته 7:31 وجزء واحد من الثانية توقيته مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام شاهين لفيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب توقيته 7:32:04 من الثانية. ننتظر المركز الخامس وإياكم عبر قناة ياس لنتأكد في هذه اللحظات من حصل على خامس المراكز.